المدينة الحمراء تنتظر قدومه بعدما وقع في حبها منذ أول زيارة. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيزور مراكش ليس كسائح بل كرجل أعمال. سيحل بالمدينة الساحرة ليفتتح فندقه الفخم الذي أطلق عليه اسم بيستانا سيار 7، مشروع كلفه نحو 45 مليون دولار. تضم هذه البناية الفاخرة 174 غرفة ومطعمين ومركزاً تجارياً وعيادة وشققاً فخمة. وتتكون العلامة التجارية للفندق من كلمة بيستانا التي تعني رمش عين باللغة البرتغالية، أما سيار فهما الحرفان الأولان من كريستيانو رونالدو، في حين يرمز 7 للرقم الذي يحمله دائماً في الملعب. وصارت تجمع رونالدو بمراكش علاقة خاصة بعدما عشق جمالها منذ أول زيارة رفقة صديقه المقاتل المغربي بدر هاري.